سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 1515 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 8969 حاله. منها 23 حالة تتلقى العلاج في المستشفى فيما لم يتم ادخال اي حالة في وحدة العناية القصوى، هذا وتم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم، كما اعلنت وزارة الصحة تعافية 351 حالة اضافية ليصل العدد الاجمالي للحالات المتعافية إلى 279,088 حالة.